سلام، اليوم الفيديو راح يكون كيف تختار فريق عشوائي على مزاجك. طبعا واجد فيكم ما يعرفون شلون يسوون تجنيد. اول شي تضغطون على الكلام اللي على اليمين اللي تحت، يطلع لكم هذول القوائم اللي على اليسار. تختارون شنو؟ اول قائمة تقدرون تكلمون فيها الناس والناس يردون عليكم، وثاني قائمة تقدرون تدخلون مع فريق بس انتم ما تكونوا القائد، هم يكونوا القائد. وثالث قائمة اذا كان عندكم اصدقاء، مثلا تضغطون على الصديق اللي عندكم ومثلا تكتبون اي شيء وتسوون له ارسال. اوكي، الحين احنا بنسوي فريق، شنو نسوي؟ نحرة، تضغطون على الكلام اللي تحت، تضغطون على ثاني وحدة رسمة العلم، إرسال تجنيد الفريق. تختارون مثلا تبونه يفتح المايك ولا لا، مثلا مطلوب المايك أو لا، شنو تصنيفاته، يعني يعرف يلعب ولا لا. ويلا ونرسل أرسال، والحين راح يجونا ناس مثل ما تشوفون. جونا ناس، وإذا انتظرتوا أكثر راح يجونكم ناس أكثر وأكثر وتقدرون تشغلون اللعبة. وهذه كانت نهاية فيديو اليوم، أتمنى تحطوا لايك، تشتركون بالقناة. مع السلامة.